بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام. الحضور الكريم، نرحب بكم في منتدى الإعلام العربي، ونحتفل معكم بمرور 20 عاماً من انطلاق هذا التجمع الإعلامي. كانت البداية في العام 2001 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. واليوم نحتفل بفكر هذا القائد الذي كرم الإعلام والإعلاميين بتأسيس منصة أصبحت مركزاً للنقاش والحوار وتبادل المعرفة والخبرات. لقد واكب المنتدى خلال 20 عاماً الماضية هموم المهنة وأهم التحولات التي شهدتها المنطقة والعالم. كان حاضراً في قلب المتغيرات الإعلامية ونتائجها وتحدياتها وفرصها. الحضور الكريم، خلال السنوات الماضية وعواصف التغيير والتحديات لم تهدأ في العالم، وطوال السنوات الماضية كانت منطقة الشرق الأوسط في قلب هذه التغيرات، بل مسرحاً لها. وللأسف بعض هذه التحديات كانت ذات وقع سلبي على مستقبل التنمية في العالم وفي منطقتنا، وسط تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة. نعم، مستقبل التنمية، فقد طالت هذه التحديات مستقبل التنمية في إعلامنا العربي. فبرغم الاعتقاد أن الإعلام العربي يتمتع بدرجة مقبولة من التطور، إلا أن هذا الإعلام لا يزال يفتقد إلى وجود استراتيجية عربية واضحة تواجه كل هذه التحديات، وخاصة تلك الدخيلة على مجتمعنا وقيمنا. الحضور الكريم، إعلامنا العربي يفتقد كذلك إلى خطة لتطوير المواهب الإعلامية الشابة الطموحة. هذه المواهب التي استطاعت أن تثبت بشكل سريع قدرتها على الانتقال من التقليد إلى التجديد، وللأسف بعيداً عن مؤسساتنا الإعلامية. المهمة صعبة، نحن نقرأ تحدياتها ولكن لا نراها مستحيلة. لذا أدعوكم جميعاً من هنا، من منتداكم منتدى الإعلام العربي، أن نتعاون معاً للنهوض بمستوى إعلامنا العربي بمحتوى يعكس قيمنا وإنسانيتنا وطموحنا، وبدماء شابة وأساليب جديدة تواكب العصر وتعيد للشعوب العربية ثقتها بإعلامها. هذه دعوة للجميع لننقل إعلامنا العربي إلى حيث يجب أن يكون، إلى المستقبل. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.